فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوصف الله سبحانه وتعالى بصفة شيء استناداً إلى قوله تعالى؟ يخبر عنه أنه شيء، يخبر عنه أنه شيء، ولكن لا يوصف، لا يسمى الشيء أو أن الشيء من أسمائه، لكن يخبر عنه. باب الخبر أوسع من باب التسمية، فتخبر عن الله بأنه شيء، ولا تقول تقول الشيء يا الشيء يا الله أو يا الشيء، لا ما يجوز هذا، ما هو هذا من أسماء الله. نعم.